كيفكم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم رح العب لعبة بيكا اكس تي، واليوم طبعا يا جماعة رح فرجيكم كيف تصيروا اغنياء بلعبة بيكا اكس تي، او كيف تبينوا اغنياء لو انتم فقراء باللعبة. يعني صراحة ما بعتقد انه في شخص فقير باللعبة، بس رح فرجيكم يا جماعة كيف انكم تستغلون الاشياء تبع بيكا اكس تي وتبينون يعني اغنياء، يعني واو كثير. فبس طبعا قبل ما بلش هالفيديو افرجيكم كل اشي، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة، كمان احط لايك لهذا الفيديو، كمان ما تنسوا انكم تعملوا لي فولو لانستغرامي رح تلاقوه بالوصف، وكمان يا جماعة تفوتوا لسيرفر الديسكورد تبعي رح تلاقوه كمان بالوصف، ورح تلاقوا يا جماعة كل شي بصندوق الوصف، وكمان يا جماعة قناتي الجديدة تبع روبلوكس بليز اشتركوا فيها رح تلاقوه كمان بالوصف. خلينا نوصل لأكبر عدد المشتركين يا جماعة بأسرع وقت، خلينا نوصل ل5000 متابع وبس. رح تلاقوا كل شي بصندوق الوصف، ما بدي اطول عليكم كثير، وخلي انه نبلش. طبعا يا جماعة اول شي هو المظهر، اكيد يعني هذا هو اللي عم نحكي عنه. فاول شي المظهر، يعني الناس كيف بدها تشوفك، او انت كيف بدك تشوف الشخصية تبعك ونفسك باللعبة. فعندي لكم يا جماعة نصيحة كثير مهمة، هي انكم تستخدمون بشخصيتكم ملابسكم يا جماعة الاشياء النادرة، مثلا هدول الصناديق فيها اغراض نادرة، يعني الاشخاص الجديدة باللعبة، فلما تفوتوا على اللعبة رح تقولوا واو من وين جبتوا هدول الملابس. فيا جماعة اخذوا كل هدول الصناديق حتى لو هن ب10 جواهر. بس يا جماعة انا اوريدي مسوي لكم كثير فيديوهات عن تجميع الجواهر، فيا جماعة جمعوا بس 10 جواهر ويعني انفقوها بهدول الصناديق، واي شو حصلتوا عليه من خلال هدول الصناديق يا جماعة البسوه، لانه عن جد هدول الصناديق يعني فرجيت لكم اياهم كثير كثير حلوين، وفيهم اغراض نادرة يعني مو الكل بيلبسها، فلما الناس رح يشوفوك لابسها انه واو هذا اشي كثير نادر. ويا جماعة كمان في صندوق يعني بس باعلان، يعني بس تحضرون 5 اعلانات كل 5 ساعات، فبتحضروا 5 اعلانات، بعدين يا جماعة يعني 5 ساعات المقبلة كمان احضروا 5 اعلانات، وبس هيك يعني بتقدروا انكم تحصلوا على اغراض حلوة بس من خلال هذا الصندوق. وكمان يا جماعة رح فرجيكم كثير ملابس، لانه في كثير منكم طلبوا مني انه اسوي لكم تصميمات ملابس، فيا جماعه حاول اني اسوي لكم تصميمات ملابس رخيصه او كمان مجانيه اللي رح تبين حلوه. فا اوكي فرح فرجيكم يا جماعه بس للبنات، اسفه يا جماعه الاولاد، بس والله ما بعرف ابدا اسوي هيك تصميمات الاولاد، والله كثير اسفه، بس لو بدكم هيك اسوي لكم فيديو عن تصميمات اولاد فبسوي لكم اياه. هلا رح اسوي لكم يا جماعه شخصيات كثير مميزه، فعليكم يا جماعه سويت هذا اللون بشري وهذا يعني هذا الوجه، صراحة محسه كيوت، ما بعرف يا جماعة، لأنه يا جماعة والله ما بعرف، بس موجود نفس هذا الوجه بروبلوكس وعم حسه كثير كيوت، وحبيت إني أسوي كمان بيكا اكس تي لأنه ولا حدا عم يستخدم هذا الوجه. فا أوكي يا جماعة بنصحكم إنكم تسوون هذا الوجه، ليكو بيبين كثير حلو، يعني شخصية هيك مميزة. انا لو ما كنت يعني معروفه بهذيك الكمامه والاعين الزرقاء، لكنت يا جماعه رح استخدم هذا الوجه لانه كثير كيوت، يعني كمان البنات لانه واو كثير كيوت، ما بعرف انا عم حسه كيوت. كمان يا جماعه نصيحه، لو انتم اوريدي كنتوا موجودين بالتحديثات القديمه زي الهالوين، الكريسماس، الايستر ايفنت، العيد ميلاد، فاستخدموا اي ملابس، حتى لو كانت ملابس مو حلوه بس البسوها، لانه الاشخاص لما بتشوفك لابس ملابس قديمه من تحديثات قديمه وهن ما عندهم اياها، فبحسوا انه هدول الملابس اللي انت لابسها مميزه ونادره وغني. فايب وكمان يا جماعه استخدموا هذا البنطلون، فهو رح استخدمه هلا لكم، فاعتقد مو نفسه بعرف صراحه، بس anyways استخدموا كمان هذا الحذاء، لانه هذا الحذاء اكيد كلكم عندكم اياه، لانه اللي كنت سويت لكم عنه كود بيعطيكم هذا البدله مجانا، وللاسف ما حد بيلبسها، ما بعرف ليش هل ما اخذتوا البدله. انا صراحه كثير واو، قلت واو البدله عند الكل، كود كثير حلو، شاركته معكم اوريدي يعني زمان. وكمان استخدموا هدول الاحذية، هدول النادرة زمان كانوا كثير غاليين، بس هلا يا جماعة صاروا كثير رخاص، فبنصحكم انكم تشترون. فا اوكي شوفوا رح استخدم بس هاد. وبالنسبة يا جماعة للقفازات، فالبسوا قفازات، لان القفازات بيعطي نظرة فخمة كثير للملابس، والله فثقوا فيني، والله يا جماعة انه
القفازات بتعطي نظرة كثير فخمة للملابس، فالبسوا أي قفازات عندكم يا، خصوصا عند القفازات هيك الصغيرة الكيوت. فرح تلاقوا يا جماعة كمان هم بالباقات الجديدة قفازات، بس جماعة للأسف هدول باقات بجواهر بس ليكو هاي بفلوس، فا يب بس للأسف ما فيها قفازات. المهم فأنا بس جماعة قفازات اللي حبيته أنا رح ألبس هدول، ما بعرف من أي باقي بس عم حسن كيوت. كمان ألبس جماعة هذيك يعني يا جماعة حاولوا تخلون الشخصية تكون مليئة، حطوا يا جماعة كل شيء، حطوا شعر لون بشرة مختلف، وجهك حلو يعني مملوء فيه أشياء واو، إنه في ألوان وهيك مشان انه يبين الشخصيه فخمه وهيك مليئه عرفتوا مميزه. فا وكمان جماعة حطوا اكسسوارات شعر، وكمان هيدفونز ليكو حط هدول، وهدول يا جماعه كمان صاروا كثير رخاص مشان هيك بنصحكم انكم تشتروهم عن جد، فلانه ليش لا، فلازمكم تشترونه. كمان يا جماعه هون موجوده ملابس يعني قبعات قفازات كثير اشياء، فا اوكي فراح البس. هذا كمان كنا حصلنا عليه بس من خلال كود، فا يب في كثير يا جماعة سماعات، متأكدة انه عندكم سماعات فالبسوا اي سماعة عندكم، وهاللبس اللي عملت صعب تتناسق مع كل شيء. هلا يا جماعة كمان البسوا القبعة اللي بتحسوها متناسقة، فانا رح احط ما في صراحة بس رح ما بعرف، بس بنصحكم انكم تلبسون هدول اللي بيكونوا فيهم زي اذنين تبع القطة او هيك، ما بنصحكم انكم تلبسون هدول اللي فيهم هيك واو انه لا. المهم جايز، فكمان هدول الجناحات النادرة يا جماعة ان شاء الله رح ترسل ان شاء الله رح تصير تنباع قريبا. بس لك يا جماعة هاي الحقيبة اللي لبستها موجودة من الهالوين مجانية، كانت مجانية لقيناها بس بصندوق والكل اخذها، بس لو ما اخذتوها البسوا انتو الحقيبة اللي عندكم. وبس جايز ليكو كيف طلعت لبسة، ليكو هاللبسة الثانية ليكو، وهي كمان اللبسة الثالثة، بس عم فرجيكم هيك لبسات سويتها اللي رخيصة بس بتبين انه واو. فعليكو هاي كمان سويت انه واحدة فيها كثير الوان وهيك. ليكو يا جماعة هاد القميص والبنطلون مجانين، يعني تقدرون انكم تصدقون يا جماعة انه هذيك اللبسة الاخيرة يعني كل هذول اللبسات اللي سويتوكم اياهم كثير ارخاص، فصبوهم يا جماعة لو انتم جداد باللعبة. ولبدكم انه اسويكم يا جماعة سلسلة انه اسميها سلسلة النوم من نوب الى برو، ايوه سلسلة من نوب الى برو، فيك كثير افرجيكم جايز انه افتح حساب جديد واصير اكون فيه نوب، افرجيكم كيف رح صير برو بحساب الجديد، وانتو كمان افتحوا معي حساب جديد لو انتو مستعدين من هذا الشيء، لا لهذا الشيء انكم تستغنون لحسابكم الرئيسي. المهم فالشيء الثاني يا جماعة اللي بخلي حسابكم غني هو انه الاغراض اللي عندكم بالحقيبة، بنصحكم انكم تملؤون حقيبتكم بمشروبات الطائية مشروبات السرعة، وكمان يا جماعة اهم شيء الدراجات، فاشتروا يا جماعة دراجات، جمعوا مصاري واشتروا دراجات يا جماعة، جمعوا مصاري عشان انكم تصيروا اغنياء. فهلا فرجيت لكم بس كيف تبينون اغنياء بالمظهر تبعكم، بس بنصحكم انكم تجمعون مصاري، اشتغلوا يا جماعة اشتغلوا 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 وجمعوا مصاري عشان تحصلوا على يعني حتى لو تحصلوا بس على يعني درياجة مو حلوة، بس جماعة اصبغوها رح تصير بتبين واو. فكمان جماعة نصيحة انه حسابكم باليوني لازم يبين حلو، فيا جماعة بحسابكم يوني خلوه يبين فخم زي تبعي. انصح جماعة حسابي انا بيوني مو فخم وحلو، بس بنصحكم انكم تخلون انتو حسابكم باليوني فخم وحلو. مثلا هي يا جماعة شخص هيك غريب باللعبة، فمو غريب يعني شخص ما بعرفه يعني، فليكو فتت عندها اليوني وليكو الصور تبعها ما بتبين انه غنية فشفته، فبس يا جماعة حبيت شخصيته هيك ملابسها، ما بقصد انه الاهانة او هيك، فبتمنى تكونوا فهمتوا علي بس مثال يعني، فما تخلوا يا جماعة حسابكم زيها، فخلوه يا جماعة انه خذوا صور يا جماعة مميزة وهيك. فاوريدي عملت لكم كمان فيديوهات عن انه خذوا على التصوير PKXD وتصيروا مشهورين باللعبة، فشوفوا يا جماعة ذاك الفيديو كمان. فاليوم فرجيت لكم بس انه كيف تبينون اغنياء، فلازم كمان اليوني تبعكم يبين غني، فبتمنى تكونوا فهمتوا علي.
كمان جايز اشي كثير مهم هو الليفل تبعكم بتطبيق الروبوت، فاوريدي كمان سويت لكم عنه فيديو انه كيف انكم تزيدوا الليفل تبعكم بتطبيق الروبوت، فرح تلاقوا يا جماعه الفيديو بقناتي، بس ابحثوا باليوتيوب انه اسراء جيمر انه تطبيق الروبوت رح يطلع لكم، ولو ما طلع لكم فبس قولوا لي بالتعليقات مش عاطيكم رابط تبع الفيديو. وبس طبعا هيك رح نخلص هذا الفيديو، فبتمنى يكون عجبكم، ما تنسوا انكم تحطوا لايك وتشتركوا، وبس بحبكم وباي.